داود، الاول عايز اسمع رايك عن حمدي فتحي والمستوى اللي قدمه امبارح، ومش عايز الحلقه دي تخلص من غير ما تكلمني عن خالد عبد الفتاح. طيب واحنا بنتكلم عن حمدي فتحي، انا بالنسبه لي حمدي فتحي كان من اهم رجال المباراه، هو العنصر اللي دخل بيه النادي الاهلي المباراه وفاجئ بيه نادي الزمالك. صح. لو شفنا الخريطه اللي كان جايبها خليفه، وجايب انا برضو خريطه مشابهه، ازاي تواجده داخل منطقه الجزاء، الزيادات الهجوميه اللي عملها. يمكن كمان احنا اتكلمنا عن حمدي فتحي والكلام كان عليه كتير من امبارح، لانه صنع هدفين وكان عنصر مؤثر جدا في النادي الاهلي. فخلينا نروح لخالد عبد الفتاح، لان حمدي فتحي اخذ كتير من حقه بزياده. خلينا نروح للعيب اللي عمل جيم كبير جدا بالنسبه واخد لي، واخد حقه برضه، واخد بس حقه، ياخد بس حق ياخد حق اكتر، لان انا شايف ان هو عمل جيم كبير جدا. صح. خلينا نقول ان في البدايه خالد عبد الفتاح هو ظهير ايمن من الموسم الماضي مميز جدا، لكن كل تميزه كان في الجزء الدفاعي. يعني خالد عبد الفتاح كان عنده مشكله دايما واحنا بنقيم اداؤه الفني، انه زياداته الهجوميه غير مؤثره وقليله جدا، في المقابل دفاعيا قوي جدا. خليني اقول لك رقم من لقاء القمه امبارح لخالد عبد الفتاح يوضح الى اي مدى الراجل ده كان متميز. هو اكتر لاعبي النادي الاهلي فوزا بالثنائيات في المباراه باكملها، نجح في 16 ثنائيه من اصل 19، دقه وصلت 88%، وده رقم كبير جدا، وقد يكون هو واحد من افضل لاعيبه المباراه على مستوى الصراعات الثنائيه. خلينا بس عشان الناس تقدر تعرف قد ايه الرقم ده كبير. تاني واحد في الاهلي في القائمه دي بعد خالد عبد الفتاح محمد هاني، نجح في 9 من اصل 18. نتكلم ان خالد عبد بالظبط، خالد عبد الفتاح نجح في 16 من اصل 19، يعني نسبه 88%، هاني نجح بنسبه 50% تقريبا، وبنتكلم كمان ان العدد اكبر. ده كان الرقم، لكن انا بالنسبه لي التكنيك اللي كان بيفوز بيه بثنائياته هو الشيء الاهم. الكيفيه اللي كان بيدافع بيها خالد عبد الفتاح هو الشيء الاهم. خلينا نروح للفيديوهات لو موجوده لخالد عبد الفتاح، لان ده الشيء الاهم، اهم بكتير جدا من الرقم. الراجل ده كان بيعمل ده ازاي؟ هو الشيء المهم اللي موجود عند خالد عبد الفتاح. خلينا نبدا نستعرض هنا اللقطه الاولى، هنا خالد عبد الفتاح هو اللي على مصطفى شلبي. لو هنرجع تاني للقطه الفعل الاستباقي، ازاي طلع حط رجله هنا، فعل استباقي من خالد عبد الفتاح. نكمل في اللقطات اللي بعد كده كمان. خالد عبد الفتاح جايبين له اكتر من لقطه عشان نوضح الى اي مدى هنا بنتكلم في صراع هوائي مش ارضي، تميز تاني وتفوق تاني من خالد عبد الفتاح لو استمرينا في عرض اللقطات. بالمناسبه لعيب مش طويل القامه يعني بالظبط، لكن احنا بنوضح حتى ان هو في الهواء كان قادر يجيد ويقدم مباراه جيده كمان. نكمل باقي اللقطات على طول بالظبط. كمل دي اللقطه، نكمل برضو هنا ازاي عينه على الجزيري، هو شايف الجزيري، والجزيري واحد من اكتر اللعيبه هنا الاكشن الاستباقي اللي بنتكلم عليه. مد رجله من قدام الجزيري وقاري اللعب، قاري الجيم بشكل كويس جدا، فكان تميز كبير من خالد عبد الفتاح. نكمل كمان في باقي اللقطات اللي موجوده معانا هنا مره تانية، ازاي طالع على الطرف بيحن شويه لحته الظهير، شاف ان الكره بتتلعب من ورا الظهير، ازاي قادر ان هو يروح يعمل التغطيه بشكل مميز جدا وينهي الهجمه من مره تانية. كلها وضعيات مختلفة، شفناه في الهواء، شفناه على الأرض، شفناه بأكشن استباقي. أنا بالنسبة لي خالد عبد الفتاح قدم جيم كبير ومميز جدا. وكمان أنت قلت حاجة كمان في الإنترو، إن في تفكير إن هو يكون موجود كقلب دفاع، أعتقد إن ده قد يكون استغلال جيد للاعب زي ما قلنا مميز جدا جدا دفاعيا، لكن ما كانش بيقدم الإضافة الكبيرة هجوميا. كمان في فكرة تانية، إن وجوده على ناحية الظهير الأيمن ممكن ما يقدمش إضافة كبيرة هجوميا، لكن يدي أريحية أكتر لعلي معلول في التقدم من الناحية اليسرى، إن هو يكون علي معلول مرتاح ان في لعيب ثالث في خط الدفاع يقدر يامنه زي ما كان بيعمل اكرم توفيق. بالظبط، برافو عليك.